بعد أن فوجئ المصريون برفع أسعار الوقود بتاريخ 18 أكتوبر 2024 للمرة الثالثة هذا العام بنسبة زيادة وصلت لأكثر من 17%، فإن الخشية من زيادة على أسعار الخبز المدعم. رغيف العيش سجل زيادة ب 300% هذا العام، من 5 قروش للرغيف إلى 20 قرشا. وزير التموين المصري شريف فاروق طمأن المواطنين وأكد عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم البالغ 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز بشكل دوري. لكن ليس رغيف العيش وحده الذي يقلق المصريين، هناك أنواع أخرى من المخبوزات في البلاد قد ترتفع أسعارها بشكل فوري، وأسعار المواصلات والسلع الزراعية. فالوقود مدخل إنتاج رئيسي لآلاف السلع في السوق المصرية، وهو ما يعني أن التضخم قد يكون أمام رحلة صعود جديدة. برأيكم ما الذي ينتظر المصريين أيضاً؟